نحن اليوم جينا من كافة الولايات هنا باش نطالبوا رئاسة الحكومة وكل السلطة المعنية من الرؤساء الثلاث باش ياخذوا لنا حقنا. عندنا 9 سنين استناو في القائمة النهائية، خرجت منقوصة برشا من شهداء وجرحى. اليوم جينا هنا لي كريتير، نحبوا نعرفوا لي كريتير اللي خدمت عليهم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، شنو هي المعايير اللي اعتمدتها بالخص من ناحية الضرر البدني وكيف كيف من ضرر المعنوي. مرعنا وأنه بعد 10 سنين يقع الاعتراف فقط ب 634 جريح فقط، في حين العدد أكثر من هذا. هل من المعقول وأنه خرجوا 634 جريح فقط قالوا البن علي لا؟ اسمي متضمن في القائمة النهائية، لكن نعترض لأنه ما وردش أسماء والجرحى والشهداء الكل اعتراض على القائمة النهائية. المعايير اللي اتخذوها هم أحرار فيها، أما ما تمثلش الثورة التونسية في 624 ولا 34 واحد. الخطة التصعيدية بحول الله نحن للتصعيد بشكل سلمي، بشكل باعتماد القانون، نرتكزوا أول حاجة على القانون وثاني حاجة على الهيكل تاع الدولة اللي هي تتمثل في الرؤساء الثلاثة ومجلس النواب. ماذا بينا معناها يحطوا معايير سيرون لي نورم انترناسيونال معروفة معناها حسب حقوق الإنسان، يحطونا دي كريتير وينزلوا أسامينا في أقرب وقت ممكن. ثم هيئة الحقيقة والكرامة اللي هي الهيئة الدستورية والقانونية المنتخبة من برلمان الشعب المعترف بها من قبل الدولة وجميع السلطات المختصة، بعد فحص دقيق لجميع ملفات أهالي الشهداء للشهداء وجرحى الثورة وفق إثباتات طبية أمنية، وثم لجنة تقصي حقائق خدمت في الولايات وتنقلت للمعتمديات وفق التقارير الأمنية والطبية هذه المسندة للجرحى والشهداء، أثبتت وأنهم جرحى ثورة وشهداء.